زواع احسن ذكرياتك في دونور. واخا مرحبا اجي معك. احسن ذكريات ديالي في دونور هو ديربي، ومن الديربيات اللي تيدوزو في الدار البيضاء ولا في كازا تخيل معايا دونور كامل عامر. كانت واحد الكره تخرج من الميلو التيران عاد السقار، يعني حنا جايين هاجمين جايين هاجمين، دارت سونتراج، ملي دارت سونتراج بيدودان هنا، يعني حنا غادي نهاجمين، يعني صعيب اصعب بيت ماركيت، اصعب بيت بالنسبه لي انا ماركيت ديربي، يعني دارت سونتراج يعني فرمشت العين، درت الكونترول مع جهه، درت كونترول حطيتها تماركات، كان ديك الساعه ديال ماركاج عيني، هذيك الخفه باش جيت انايا فرمشت العين كما قلت لك دغيا خصها تمارك، يعني كون درت ليها كونترول وتحطت هو يقدر يحيدها ولا الكاردين يحيدها، مع الزربه ماركيتها طبيعة الحال الفرحة ديالي أنا ما تنساهاش، الفرحة ديالي جول سي بو جاو كلشي اللعابة عندي تعانقنا طبيعة الحال فريمي جا دائما تبقى في ذاك الجمهور اللي تهز يعني تتسمعوا تتسمعوا ونقول لك حاجة الشعور ديالك ما ساهاش الشعور ديالك ماشي صعيب صعيب أهم حاجة هو ديربي عرفتي شنو ديربي تتوجد ليه جوج سيمانات قبل انت تتلعب باش ديال البطوله والسيمانه الجايه كاينه مثلا مع كاين ديربي تتوجد الديربي تتنسى هذيك المباراه ولا وتخسر هذيك المباراه اهم حاجه هو الديربي ديربي من الحالات اللي تيكونوا واعرين بزاف الناس يتفرجوا بزاف كاين اللي تيجي من بلجيكا من المان امريكان اسبانيون تيجي يتفرج تيقطع البي ديالو يجي يتفرج يعود يرجع للعمل ديالو حقاش خصو يجي يشوف الديربي باش تعرف القيمه ديال الديربي كاينه لقطه اخرى هشام كاينه لقطه اخرى لقطه ديربي كان مهم ديال البطوله ديربي مهم واللقطه المهمه اللي بقات في الذهن ديالي وفي ذهن الجماهير ديال الوداد الرياضي هو كنا حنا خاسرين مع الرجاء البيضاوي تبقى عندنا البيت وما بقاش الوقت تقريبا ما بقاش جوج دقائق ولا ثلاثه وبقاو هما رجعوا كاملين اللور محقوا مشروع يرجع اللور بقاو يدافعوا على البوطو ديالهم حيت حنا درنا واحد الضغط ضغط عليهم يعني هنا ما خرجش الكره تقريبا ما خرجش شي دقيقه ونص وحنايا هنا عندهم في الكار دي زوي كنتو كتقلبوا على التعادل بيان سي نقلبوا على التعادل ونقلبوا على لي كوفرو المهم خصنا نماركيو في هذيك اللحظه وحنا باقينا ثلاثه الماتشات يعني امكاننا قالوا نخسروا ولكن باش تحسموا بغيتوا تحسموا البطوله في الدوري حسبنا البطوله بكري يعني ثلاثه الماتشات اللي بقاو والماتش ماتشات احتفلنا الماتش يعني قبل اخر باقي لنا ماتشات حنا احتفلنا هنايا تخرجت الكره هنايا داروا ضغط كانت عند بورجي يعني دار واحد زاحم الديفونسور عطاه الحسن الداودي يعني بحال اللي تعطات الكره هنا هذيك السرعه ديالي ولا فيتاس اللي خلاتني ناخذ ديك الكره ملي خديتها بلاكوش نعطيت لاباس عطيت لاباس دار كونترول لويسي حط عليه رجله ضربه بواحد العسريه اروع العسريات اروع هدف شو حد الان في حياتي علاش اول حاجه ماشي كوشي ولكن باش ضربها بديك القوه وهذيك السرعه وهذيك لافراب اللي تنقولوا بالعسريه هي اللي خلات ضربه 96 تما حنا ما تصورش الدراري كيفاش تيفرحوا انا ما عرفتش راسي فين مشيت واش مشيت لبونتوش واش طلعت التريبيل واش طلعت على الجمهور والله العظيم بالله فهمتيني من عاودت اللقطه وحنا غادي نشوفوها نعاودو نشوفوها انا ما عرفتش راسي فين كاين ما بينش يعني ما عرفتش فين تنعنق صحابي وهذا علاش القيمه ديال الديربي والحضور ديال الجماهير اللي كاينه سواء الرجاء سواء الوداد احتفالات ديال الجماهير هي اللي تتخلي القيمه ديال الديربي هذا هو اللي كاين كتخسرنا نقطه وحنا كنا محظوظين في ديك دقيقة وهذيك الثانية الماركيو الهدف الحمد لله الهدف جا ومن أروع الأهداف اللي شفنا هشام هذيك الكرة كانت مهمة بزاف كانت مهمة للوداد الجمهور ديال الوداد كل شيء كان كينتظر الهدف ديال التعادل اللي سجل الوداد هدف ديال البطولة أنت من اللي قطعتي الكرة كيفاش درتي لها فاش كنتي كتفكر واش كنتي كتفكر بلي هذيك الكرة غتمنحكم التعادل والتتويج باللقب هو شوف التفكير هو مهم في الكرة يعني طلحنا حتى هشام اللويسي ولا البرازي كلنا ولينا ضغطنا حتى فلاح يعني سقا كلنا ضغطنا علاش ضغطنا حسينا بالخصم ديالنا هو فريق رجاء البيضاوي رجع للوراء يعني بقى بغى يحتفظ على هذاك البيت وربما بقات دقيقه ولا مارت جوج كما قلت لك وسبقيه تكلمت كان واحد الضغط من هذاك الضغط هو اللي خلى ارتباك ديال 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 لي ديفونسور ولا المدافعين التفكير ديالهم تشتت يعني الكره من خرجت كان دار
بورجي دار واحد البريسينغ على 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 المدافع وعطى لاباس حسن الدودي. يعني هذيك السرعه ديالي انا والذكاء ديالي نورمالمون انا كنت هنا يعني كنا شادينهم. يعني ملي تعطات الكره يعني خرجت قربت تخرج للتوش قربت تخرج. يعني انا خديتها بواحد الصعوبه يعني ما كنتش عندي لا فيتاس وهذيك كيفاش غناخذ الكره صعيب باش تخرج الكره. فعلا انا ملي خديتها برجلي وما تنساش ملي هي غادا رجلي بقات هنا نو حكا بقى. يعني ملي عطيت لاباس بقيتها نويسي خداها ديال كونترول زيدها بحال اللي تهزت واحد شوي. من اروع الاهداف بالنسبه ليا اللي شفتها في الديربي بقات في الذهن ديالي بقات في الذاكره ديالي. دابا باقي شي نوريها لوليداتي ولادي طبيعه الحال الجماهير ولا تعرفوا هذاك الهدف كيفاش جا كيفاش تماركا. وكانت خاصنا نقطه فعلا باش نديها مع فريق على ظهر فريق رجاء البيضاوي ماشي سهله. من بعد كانوا عندنا باقي عندنا جوج ماتشات يمكننا خلينا في اللقطه ملي تمارك البيت لويسي مارك البيت كيف كان الشعور ديالك انت فين مشيتي باش حسيتي؟ الشعور ديالي بحالي بحال الشعور اللي كاين في التريبيل. يعني كل شيء جماهير تيعنقوا في صحابهم وهذا. انا تلفت واش نمشي عند لويسي واش نمشي عند البرازي واش نمشي عند لويسي واش نمشي عند فلاح. المهم حد الان انا باقي ما عرفت حد الان ما عرفت راسي فين مشيت. بعد خطره نعاود الفيديو تلفت ما عرفتش شنو وقع. اهم حاجه هو الرباح في الديربي تبقى دائما في الذهن ديالك وتبقى تفكر في الحوايج اللي وقعوا في الديربي. واهم حاجه هو تربح الديربي. بكل صراحه واحد السؤال انا عارف غادي تجاوبني عليه هو التصور ديالك واخيب ديكرا ديالك شنو هي؟ غنقول لك ديربي تخسر جميع مع الفرق سبقتك عارف غادي تقولها. اهم حاجه هو ما تخسرش في الديربي بكل صراحه. هذا هو اللي كاين وانا جد فرحان في نادي اللي لعبت فيه مده ديال 5 سنين بكل صراحه فضل كبير 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 وانا محظوظ ملي لعبت في الوداد.